المشكل يعني انا المشكل اللي عندي هو مشكل زعما ديال الارث هذا ياك في اختصاص ما هو مدني، تنقولوا حنا مثلا هادشي ديال الارث هادي تيمشي بنادم للمحكمه وتيدير خروج من الشياع او تيطالب باستغلال او نوعا ما فهمتي من هذا القبيل. هذا كاين خلافات ما بين العائله ديالي والوالد ديالي، كراهيه، وكاين هذا مصالح فهمتي. وكون انني انا الابن الواحد ديال الوالد اللي عندي هذا فهمتي ديال الوالد ديالي، تنواجه دابا مضايقات اللي هي بزاف، وتنواجه الشطط في استعمال النفوذ فهمتي، ولا مش النفوذ، وكاين سميتو الاشاره فقط. انا ديما تنهضر ما تنقيش المؤسسات وما تنقيش الاشخاص، وتنهضر فقط كمتضرر وانه باش يتم الانصاف ديالي ورفع الضرر لا غير، وتبان الحقيقة. الحقيقة عقلي اللي تنقلب عليها فهمتي ولا لا، تم اعتقال ديالي عدة مرات، اعتقالات تعسفية. سميتو هذا كانت السبب ديالي هي العائلة ديالي، من بينها ضد الأصول، الاعتقال الأول، الاعتقال هذا الثاني، الاعتقال الثالث واللي هو يا اش يقولوا ليه، داروا لي تقوا مع الدريات وهذه وهذه، وكانت هذه مؤامره مدبره محيكه فهمتي ولا لا، وكانوا داخلين فيها ناس اللي باش سميتو باش هذا هذاك الشيء فيه مصالح فهمتيني كما تنقولوا. وتم اعتقال ديالي، وبقي الان دابا انا تندوز دابا 4 سنين دابا وانا طالع في المحاكم، وبقي الان دابا انا تندوز دابا راه الجلسه عندي هاد الشهر هذا. وعاوتاني مشيت الحبس، عاوتاني ظلم العدوان، وعاوتاني هذا الشيء يقولوا لي مشيت الحبس، عاوتاني جيت هذا عيط لي العم ديالي قال لي باش نتفاهموا على القسمه وهذه وهذه، هذا الشيء يقولوا لي تلاقيت معاه في بورغون، جات سميتو جو امنيين عيط لهم في التليفون، جاو اعتقلوني، شعروا النيابه العامه على اساس شعروا النيابه العامه على انني انا في حاله تخدير، في حين ان الحقيقه انا ما عمرني درت هذا التخدير. وراه سميتو راه كاين الحمد لله المغرب راه فهمتي عندنا اجهزه اطار تبارك الله ما لا اللي يستهانوا بها، تبحث وتاخذ عينه من الدم ديالي لاكشاف الحقيقه. فتم هذا الاعتقال ديالي ووضع ديالي تحت الحراس النظريه. من بعد تقدمت مباشرة عند السيد جانب الوكيل بدون أنه يتم محضر استماع أو أنه يكون استدعاء لحتى شي حاجة، ودرت فيديوهات في هذا الشيء، ودرت شكايات في هذا الشيء، وكاين عندي إثبات وعندي أفعال إجرامية ثابتة في حقي، كاين اللي ثابتة وكاين اللي ما ثابتاش. وباقي دابا أنا راه فهمتي مشيت درت شكايات في جميع المؤسسات مع احتراماتي لها احتراما لها، وبقي الان تنتعرض للمضايقات، تنتعرض للمضايقات، وكاينين سميتو جهات فهمتي لا سبيل على الذكر ديالها اللي تضغط عليا بقوه، تضرب بقوه فهمتيني ولا لا، وصحيح عندها علاقه بهذا السيد فهمتيني ولا لا، وانا ما تنتهم حتى شي واحد، راه نشدوا نمره التليفون، راه فهمتي كما قلت لك عندنا اطار وعندنا فهمتي وعندنا مخابرات، وهذي شدوا الهاتف ديالو والهاتف ديال الشخص هذا، ويديروا لهم خبره وشوفوا مع من تيهضر وشنو العلاقات اللي بينه وبينه، وعارفوا شنو كاين. انا ما تنكذبش ماشي ولا لا، وكانت واحد الشكي ديال الزوار اللي تابت فيها الفعل الجرمي، زوار في محرر رسمي اللي العقوبه ديالها تمشي من 10 ل 20، تبقى للفصل 353 و52 اللي تقول زوار وتغيير الحقيقه بسوء النيه، تغيير من شأن انسب ضرر. وباقي الان فهمتيني ولا لا ما تعرضش للمحاكمه، ودرت شكايه في هذا الخصوص، وباقي زعما فهمتيني ولا لا، الحمد لله النيابه العامه ما غاديش نقولوا انها الحمد لله كاين شويه تحسين، ولكن لحد الان باقي ما كايناش محاكمه، باقي هذا ما كاين حتى شي حاجه. تنتمنى انه هذا القضاء ياخذ المجرى ديالو لاكشاف الحقيقه وضرب بيد حديد عن كل ما سول نفسه. حنا تنثقوا في القضاء ديالنا، وتنثقوا وكما قلت لك ما تنبس لا حتى بشي جهه او اشخاص ولا شي حاجه، وحريه التعبير اللي هي حق دستوري فهمتيني ولا لا، على ما اظن الفصل 27 او 28 من الدستور. ودابا انا تنتعرض لمضايقات من وحدين
هذا العام ديالي كان مشى ديجا هذا الشيء يقولوا ليه مشى تمشي عند الكريه ديالي تمشي لهذا باغي يحيدوا لي داك الشيء انا اللي مستغل، في حين انا داك الشيء اللي مستغلين وهذه وهذه العائله دي باغي نخليه، وداك الشيء انا اللي مستغل مصدر القوت ديالي انا باغي يحيدوا لي، باغي يحيدوا لي بالنفوذ تيضروا لي الجنحي. مشاو كريه واحد هذا الشيء يقولوا لي واحد السمساره كتتكري ليا، من بعد جابت واحد السيد تنعرفو غير مع سميتو كريت لي، من بعد ملي صيفط لي البطاقه الوطنيه ديالو هادي تبين لي انني تنعرفو ومتا هو مدوي الصوابق وهادي، وهذا الشيء يقولوا ليه سميتو تسكن حدا الحي ديالنا. صافي قلت لها ماشي مشكل انا بنادم تيكري تكري اي هذا اي واحد تاخذ المعلومات ديالو غادي تمشي قانوني. داز الشهر الاول بحال هكاك عادي، من بعد ولا تيجي بيا قصيره للدار الكاريره عندي صورتهم في الدار، صورته عندي خديت الصور باش نصور، واخا هو ممنوع انك تصور شخص ولكن ملي تكون في الدار ديالك ولا شي حاجه باش تثبت انك تثبت البراءه ديالك او تثبت فهمتيني ولا لا سميتو هذا حق تثبته. ودرت فيديو انه طالعين عنده الدريات وجابت دريه قصير، انا تخلعت انا تنشوف انا اللي في داري انا تخلعت هو ما تخلعش، طلع وحده قصير عندي في الدار ديالي عيط للسمساره قلت لها السيده اش يدير هذه، وجا عندي واحد قال لي راه السيد راه تيخربق وتيدير وتيدير تبيع هذا في المخدرات وهذه. مشيت عنده وليت غادي مقفقف خايف فهمتيني ولا لا، هذوك اللي باش انا غنمشي نديكلاري لهذا الدائره الامنيه انا كنت فهمتيني ولا لا، ديجا كانوا خروقات وكان شطاط وهذه وهذه وما فهمتيني وتعتقل تعسفيا وهذه ومرت فيها نفسانيا، مرت فيها نفسانيا وليت هذاك الشيء باقي الان تيدوز ليا ما بين عينيا، حيت رجعنا للدستور تيقول لك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من اقصى من اخطر الجرائم، باش ما نهضروا باش نكونوا واضحين، انت تعتقل واحد السيد وتتوضع في الحراسه وتتعرض للنيابه العامه وتتكذب عليها مع احتراماتي الامنيين كاملين، فهمتيني ولا لا؟ ولكن كاينين الجهاز ديما كان شريف، حنا ما تعمرنا تنضربوا الجهاز ولكن شريف وتنتقوا وتنحبوا، ولكن كاين شي اشخاص فهمتيني ولا لا اللي ديما الشخص ما عنده حتى شي علاقه بالجهاز، سمعتي كاين اشخاص ربما فهمتيني ولا لا تيتعسفوا وتيت هذا كاين في الجهاز الله يهديهم والله يفهمتيني ولا لا الله يرضى بهم وهذا ولا بغاو يتعاملوا يتعاملوا بشرف وضمير فهمتي، فهذه راه تبقى حريه الانسان وحريه شيء مقدس. كما قلنا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من اخطر الجرائم ومرتكب الفعل عليه عقوبته باقصى العقوبات. اذا انا وليت انا غادي باش نديكلاري انا متضرر ما قادش فهمتيني، علاش تشوف هذاك السيد تيخربق لي في الدار تنطلق فيه تنقول ليه خرج ليا من الدار بعد مني خرج ليا من الدار ترك ليا داري، تنعيط للسمساره كذا تقول ليا سميتو قلت لها انت اللي جايبه ليا، اذا تنتعرض لمضايقات مؤامره من بعد تنكتشف هذه السمساره هذه هي تدير تدير البغاء وتدير سميتو هذا الشيء على حساب، انا ما تنقولش على حساب هذا ما يروج فهمتيني ولا لا انها تتمتهن وهذه على حساب انا ماشي انا ما شفتش انا قالوا لي سولت في الاحياء وهذه زعما السيده كيفاش هذه وهذه تيقول لي تدير راه مجوجه وراه تدير فهمتيني وراه تجيب دري، اذا فهمتيني ولا لا جابت لي هذاك الشخص فهمتيني ورول لي الدار علمت استطعت انني بغيت نبلغ فهمتي، خفت انني انا نطيح في شي مشكل يقول لك هذا السيد انت معاه، واخا غتقول لهم راه قرينات البراءه كل مشابه هذه فهمتي كاينين خروقات حيت تعسف طراو لي التعسفات في حقي، وليت انا ما بقاتش عندي ديك الثقه انني هذا فهمتيني ولا لا ندير شي اجراء مسطري. ودابا عاوتاني هذا عاوتاني واحد الكرايه انا عندي فهمتي تتفاجئ قال لك تيتهمون انني ضربت ومشيت دويت معاهم، قال لك اودي فهمتيني ولا لا تعسف في عقلها جيت دويت معاهم ونهيتهم على انه باش يخرجوا لي من الدار، لقيتهم هرسوا لي لافابو قلت لهم ها انتم تفرضوا فيه، قال لك لا ما بغاوش يخلصوا من الضوء ما بغاوش يخرجوا ما بغاوش هادي عييت من هادي والو فهمتيني، عيط للسمسار قلت لي عافاك خرجوا ما بغاوش، مشى سميتو سكر سميتو هذا على حساب هذا شو يقولوا لي بقى تيعاير فيا جاي في التليفون بالليل ناض عيط لي السمسار قال لي انت مشيتي ضربتي معاهم راه سيدي تخلعت ولاو انا عارف ولاو ولاو تيضغطوا عليا كلشي ولا متفق عليا علاش يطرى لي بحال هكا، هي هذيك هضرت مع السمسار قال لي لا انت ضربتي انا راه ما كنتشم راه كنت في حي الولاء فهمتيني ولا لا، راه كاينه كاميرا شاداني كاين السيد كاين الناس معايا، قلت ليه راه هادشي انا ما عارف، قال لي لا هي هذيك من عيط للناس كانت الليله اللي كاينين عندي ما جاوبني حتى واحد، واللي عيط للدري قال لي راه قال لي راه البارح فوت كان فهمتي في حاله سميتو فاقد الوعي خشى يديه في الجاجه فعلا سميتو خشى هذا سميتو، ملي مشيت انا للدار
لقيت الدجاج ما كاينش. من بعد جا عندي لقيت انه هذا فيه ثلاثه الغرزات هنا وخدشات هنا في يديه. قلت لي غيضرب، ما غاديش يكون خدشات هنا وثلاثه الغريزات هنا وجوج غريزات هنا، غادي يجبني انه ضرب اسمنت. واتهمني على انني شفرت ليه، فهمتيني ولا لا؟ اتهمني على انني شفرت ليه ومشى قدم بيا شكايه. الرساله ديالي انا، فهمتيني ولا لا؟ انا ما بقيتش قاد على هذا الشيء، وليت تنواجه انا بوحدي، وليت تنواجه مجموعه ديال الاشخاص، فبالتالي راه حشومه، راه عيب. كما كان الحال راه هنا كائن انساني، فهمتيني؟ كما كان الحال، فهمتيني ولا لا؟ زعما فهمتي، تشوف الناس ربما كاينين ناس هانيين عندهم مشاكل بساط، انا عندي مشاكل بحالك وتنواجه الناس بزاف عليا بزاف عليا. وليت انا وليت غادي في الزنقه وتنهضر بوحدي، وليت غادي هذا الصرف تنسى، وليت غادي هكا تنحاشك الا مشيت درت شي حاجه تنسى، ما تنسى الصمته، وليت غادي في عالم اخر، وليت غادي مرعوب. سميتو عيطوا لي، سميتو هذوك الامني اللي كانوا يدخلوا لي الدار، هو العم ديالي كان تيجيبهم، فهمتيني ولا لا؟ هذا مني تموا اتصالات وشكايات بعدوا مني، مني عاوتاني هذا السيد هذا عاوتاني خرقوا لي مشكل، عاوتاني بغى يخرقوا لي مشكل صح، بغى يسرقوني للحبس باي طريقه. علاش؟ باش السيد يدوز المصالح ديالو، تيعاونوه انني انا باش انا الشكايه اللي داير انا وانا يديروا لي طريق من الافلات من العقاب، في حين ان الشكايه اللي تتم الاقبار ديالهم وهي هذيك، وتيديروا طريق من الافلات من العقاب اللي هو التزوير اللي في وثيقه رسميه. ليه العقوبة تمشي من 10 ل 20؟ ماشي وثيقة إدارية، حيت صادرة على المحكمة، ما كاينش شي وثيقة إدارية في المحكمة، كاينة وثائق رسمية اللي فهمتي. ومهما ذلك أنا تبع القانون، تبع القانون تيخرجوا لي مشاكل، ومشاكل تطيحوا عليا بحال الشتا. علاش علاش هذا الشيء؟ راه حشومة، اللهم إن هذا منكر. واش نمشي نخلي رزقي ما عنديش؟ إلا مشيت بغيت نمشي نهرب غنخلي رزقي غيديه ليا؟ أشنو اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.